مزيد من التفاصيل مع الأستاذ أشرف عبد الغني، مدير تحرير الجمهورية. أهلا بحضرك يا أستاذ أشرف. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. إعلان حالة الحداد العام لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام، والآن كنا نقرأ عن تنكيس الأعلام على مجلس النواب أو فوق مبنى مجلس النواب. دلالة هذا الأمر بالنسبة للأشقاء العرب وبالنسبة للكارثة التي حلت بليبيا والمغرب؟ صحيح، لهذه المسألة العديد من الدلالات المهمة التي ينبغي أن نتوقف أمامها طويلا. أولى هذه الدلالات كما تفضلت بالذكر هو الإعلان الرسمي لحالة الحداد في مصر لمدة 3 أيام. الدلالة الثانية وهي أراها تزداد من الأهمية وهي اللقاء المهم الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد كبير من قيادات القوات المسلحة المصرية لتدارس وترتيبات الجهود الإغاثية التي تقدمها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وعلى كافة المجالات، سواء من خلال البر أو من خلال البحر، سواء على مستوى إقامة معسكرات الإغاثة، على مستوى تقديم المواد الطبية، المواد الإغاثية، مشاركة فرق من كل الطوائف القوات المسلحة في جهود الإنقاذ والإغاثة. عندما يقوم رأس الدولة المصرية بهذا الاجتماع رفيع المستوى، وبالتأكيد يعبر بشكل كبير على أن الدولة المصرية بكل قوتها تقف إلى جوار الدولتين الشقيقتين في نصبهما الأليم. هذه دلالة شديدة الأهمية. دلالة أخرى ربما لم نتوقف أمامها كثيرا هو النظر إلى التاريخ العريض للدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة في جهود الإنقاذ. مهما كانت الدولة ومهما كانت توجهات هذه الدولة سواء مع أو ضد، ولكن الجهود المصرية لم تتوقف قيد أمل أمام توجهات هذه الدولة أو تلك. وهذا كان السؤال التالي يا أستاذ أشرف. بالفعل الدور المصري في السنوات الأخيرة أصبح مختلفا عما سبق. صحيح، انظري على كافة المستويات. على سبيل المثال إذا نظرنا أثناء فترة جائحة كورونا، الدولة المصرية أرسلت مساعدات كبيرة، مساعدات طبية للولايات المتحدة الأمريكية. عندما مرت لبنان بالعديد من الأزمات، كانت الدولة المصرية قامت عندما حدث انفجار مرفأ بيروت، قامت الدولة المصرية بتسيير جسر جوي على مدار الأيام الأزمة، وقامت بإقامة مستشفى ميداني لعلاج المصابين. والجهود لم تتوقف سواء الإغاثية أو سواء على مستوى الطبي أو حتى على مستوى المساعدات الغذائية على مدار فترات وفترات فيما يتعلق بالدولة اللبنانية. عندما أيضا حلت الكارثة بكارثة الفيضانات بدولة السودان، قامت بإرسال مساعدات. عندما حدثت معارك واقتتال ما بين الجيش السوداني الشقيق وميليشيات الدعم السريع، قامت الدولة المصرية بالعديد من جهود الإغاثة وفتحت حدودها على مدار فترات الأزمة منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن، واستقبلت آلاف وآلاف من اللاجئين السودانيين. عندما مرت جنوب السودان بأزمة ممثلة على مستوى الأضرار الكبيرة التي لحقت بها جراء الفيضانات والسيول، أيضا الدولة المصرية بعثت العديد من جهود الإغاثة. عندما حدث الزلزال في سوريا وتركيا، برغم خلافاتنا في هذه الفترة مع دولة تركيا، إلا أننا قمنا بإرسال العديد من المساعدات الإغاثية للدولتين في ذلك الوقت. والآن نقوم بجهود غير طبيعية من وجهة نظري عندما نقدم هذه الجهود الإغاثية للمغرب وليبيا، هاتين الدولتين الشقيقتين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع. عندما ننظر إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجد أنها لم تكن على الإطلاق قاطعة
مقتصرة على مجرد إرسال جهود أجنسية. نحن في سبيلنا لإقامة معسكرات للمتضررين. وبعدين هناك أيضا تعليق يا أستاذ أشرف، اسمح لي في هذا الأمر، أن في كلمات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث أن توجه هذه المساعدات عن طريق البر والبحر، هناك جاهزية أيضا أنه عندما يكون متاح توصيل هذه المساعدات عن طريق الجو فهذا أمر جاهز بالفعل، موجود بالفعل، لكن الموضوع متعلق بفكرة هل هذا في الإمكان أم لا تبعا للحالة الجوية. صحيح، الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما وجه بإرسال هذه الإغاثات العاجلة للدولتين الشقيقتين، وجدنا بالفعل أن القوات المسلحة قامت بإرسال 7 طائرات على مدار الساعات الأخيرة. أيضا قام سيادته باتصال سريع مع قائد المنطقة الغربية لتدارس الموقف والتجهيز لإرسال كافة المساعدات اللازمة لدولة ليبيا الشقيقة عبر الحدود البرية. أيضا هنالك تحركات كبيرة على مستوى القوات البحرية وجهود أساسية منتظرة خلال الساعات القادمة. عندما نجد الرئيس الدولة المصرية يعقد هذا الاجتماع ويعدد الجهود التي من المفترض أن نقوم ببذلها على مدار الفترة المقبلة ومراعاة الظروف التي تمر بها الدولتين الشقيقتين، هذه مسألة غير مسبوقة بالنسبة لأي دولة أخرى في المنطقة. عندما تمر دولة ما بأزمة ما، فنجد غالبا أن دول المنطقة أو حتى دول العالم تكتفي بإرسال طائرة عسكرية، طائرتين على أقصى تقدير. ولكن عندما يكون الدعم المصري وجهود الإغاثة المصرية على هذا المستوى الرفيع من الجهود والتنسيق ما بين كافة مؤسسات الدولة المصرية، ويكون على مدار الساعة ويكون جوا وبحرا وبرا في هذه المسألة، كل هذه المسائل لابد أن توضع في الاعتبار، ولابد أن تؤكد للجميع أن الدولة المصرية القوية القادرة تقف إلى جوار أشقائها في أوقات الأزمات مهما كانت هذه الأزمات. هذه المسألة كانت والآن وستظل على هذا العهد بالنسبة للدولة المصرية. نعم، أستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير الجمهورية، جزيل الشكر لحضرتك.